بابا ما بيصير أزاد يعملها، بترجاك لا تحمله هالمسؤولية. لا أزاد مناسب، مين رح يعمل غيره؟ بابا لا تزيدوها. اليوم بينتهي هالموضوع. جدي أخي ما في ساوية لأنه يارين ولا كلمة. مثل ما أنت ساويت الشي منيح مشان هالعائلة، أنا رح ساوي اللي بقدر عليه. أزاد خدها فورا عشي مكان مهجور، تقتلها وتخلي الكلاب ياكلوا جثتها. امشي. أزاد بابا. أزاد بابا. هندان شو صار لك؟ أمي طالعني. أمي ريان، ريان بنتي لا تسعروا لأشي. أنا بدي أشوف لأمي مشان الله يا أخي، بترجاك خليني أشوف لأمي. تركي أنا بس بدي أشوف لأمي. وينك يا هزار؟ أنا حطيت لبنتي بأمان، خليني أشوف لأمي ولا أنا بترجاك لا تسعروا فيني. شو عملنا يا الله لحتى عم يصير فينا هيك؟ استنى شوي. عم ياخد ريان؟ اخي ازاد انا بترجاك بس خليني اشوف الاخر مرة. امشي. فرات الحق بسرعة، طول بالك شوي. يلا استعجل بلا ما ننزل من تحت. ايه طيب روح من فوق. يلا خير ان شاء الله يا ابضاي. لوين رايح؟ على قصر شاد اوغلو. مين بدك؟ معي رسالة بدي وصلها لنصوح آغا. هلا اروح من هون، تعال بوقت تاني، الوقت مو مناسب ابدا. خبروا لنصوح آغا انه معي رسالة من عيلة اصلان، وهو بيقرر اذا الوقت مناسب ولا لا. استنى